الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dear brothers and sisters, I remind you that any time you hear of an opportunity or something shows its way, especially in this crucial time, support your brothers and sisters in Palestine. Do not be intimidated into not donating. Do not be intimidated into not using your voice. And do not forget to keep them in your dua. Your dua is the greatest tool at your disposal right now. Keep them in your dua. May Allah subhanahu wa ta'ala free them and liberate them. May Allah subhanahu wa ta'ala liberate Al-Aqsa and allow us to pray in a free Al-Aqsa in our lifetimes. Allahumma ighfir al-mu'mineen wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qareebun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afu anna wala tu'adhibna. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا وإخوانا من بين المسالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمائه يزد لكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيم الصلاة.